شكرا لك يا أخي الكريم. هذا السائل حفظكم الله يقول: ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام، وما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ الدعاء في التشهد الأخير بعد التشهد الأخير قبل السلام مستحب، قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يجتهد في الدعاء قبل السلام، وكذلك الدعاء بعد السلام بما ورد: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فيدعو بهذا. وإذا دعا بغيره من الأدعية التي يحتاجها في دينه ودنياه فهذا شيء مستحب. نعم.